هذه الأجواء الميلادية أحيت فرقة أوركسترا دمشق حفلاً موسيقياً بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية بقيادة المايسترو محمد زغلول على مسرح الحمرة في دمشق. فكرة الحفلة إجت هي اليوم خليط من العمل الطربي والغنائي والميلادي، رح نقدم من خلاله سماعي كرد لأول مرة بيتقدم أوركسترالية من مقام الكرد يعني للمايسترو عدنان فتح الله، بالإضافة إلى وصلة بيات من التراث السوري موشح قلت لما، بالإضافة إلى العمل الغنائي سهرة حب اللي هو العمل لوديع وفيروز، وعنا تعالى وتتعمر يا دار، وآخر شيء رح ننهي بوصلة الميلاد أغاني الميلاد المنوعة. في برنامج متنوع بين الشيء اللي خليني أقول بما يخص قوالب الموسيقى العربية من موشحات من 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 سماعي اللي هو أكيد واجبنا نحن نوثقه ونقدم كل حفلاتنا، واكيد ما عم نسمع هلا هو الاغاني اللي لها علاقه بال 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 بالميلاد، فكان برنامج متنوع. رح نقدم حفل بعنوان سهره حب وميلاد، اكيد الرساله اللي بدنا نوصلها هي رساله حب، وخصيصا بظل الظروف اللي عم نمر فيها وازمه كورونا، فنحن بحاجه بظل هالاعياد الكريمه انه نقدم هي الرساله المليانه حب ونعيش الفرح وجو العيد لو من خلال هي الامسيه البسيطه، طبعا ما اخذ كل الاحتياطات بظل هي الجائحة. الحفل تنوع بين مقطوعات موسيقية وغناء للسيدة فيروز وأغاني ميلادية تبعث الحب والسلام لأفئدة السامعين، وتؤكد أن سوريا بلد البهجة والفرح التي تجاوزت كل الظروف بفنها وعزيمة أبنائها.